لازم اتوفي بقاله 6 سنين ومعايا ابني مفيش دخل غير البحر. بقاله 6 سنين بعد ابو ماما بدحل معاه، بنزل معاه بالليل وبنزل معاه بالنهار وبطلع اروح بالكر السمك واوقات يوقفي وثلاثه ما فيش، والغزل تعبان مش عارف يجيب غزل جديد ولا عارف يجرب يبقى ينطر منه ميه. الوقت اللي بينطر اكتر من الوقت اللي بيشتغل ما فيش. والله انا ببقى اعمل نايف في دموع عيني وجايبه كارد من كفر الشيخ. انا والدي متوفى وجايبه كارد من كفر الشيخ هو 55,000 جنيه ورقه بنك نصر ماشي، ولا لا عندي ارض ولا عندي اي كان دخل غير هو الكلام. انا علاجي مش قادره اقول لابني علي حاجه رشطات مش قادره اصرف، يعني فوق ما تتصور. والله ما قادره اقول لابني هات لي علاج، وعند الضغط وعند السكر ربنا وكل ربنا.